أنقذت إسبانيا 61 مهاجرا تقطعت بهم السبل في مركبين خشبيين قبالة جزر الكناري في المحيط الأطلسي. ووصلت خفر السواحل الإسباني إلى ميناء أورجينو مع المجموعة الأولى من المهاجرين الذين تم إنقاذهم، والتي تضمنت 34 رجلا على بعد 4 أميال من جزر كناري. وكان على متن القارب الثاني 27 شخصا من بينهم 6 نساء، وتم إنقاذهم على بعد 11 ميلا من الساحل.